من رام الله تنضم إلينا مباشرة نبال فرسخ مسؤولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني. أحييك سيدتي. بعد ارتفاع حصيلة الهجمات الإسرائيلية على غزة في الساعات الماضية، كيف تبدو الصعوبة في مهمة فرق الهلال الأحمر الفلسطيني في هذا الموضوع؟ صباح الخير لك ولكل المشاهدين. يعني لا تزال الأوضاع الإنسانية على حالها في قطاع غزة، هناك قصف متواصل لمناطق متفرقة في قطاع غزة، سواء في مدينة غزة، في المحافظة الوسطى، في خان يونس، وأيضا في رفح. بالأمس أيضا شهدنا أحد المجازر التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي بحق النازحين في خان يونس، وبحق يعني أحد الأماكن التي أعلن عنها منطقة إنسانية آمنة، ومع ذلك قام باستهداف خيم النازحين موقعا عدد كبير من الشهداء والجرحى، حيث وصل عدد الشهداء لـ90 شهيدا وحوالي 300 مصابا، حيث أن هذه المنطقة هي منطقة مكتظة بآلاف النازحين الذين لجأوا إليها بحثا عن الأمان. كما ذكرت أيضا في مدينة غزة شهدت استهدافات مختلفة، وبالتالي تواصل طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني العمل على إجلاء الشهداء ونقل الجرحى إلى المستشفيات القليلة المتبقية التي لا زالت تعمل، وهي تعمل بشكل جزئي فقط. تعاني أيضا من صعوبة في الاستمرار بتقديم الخدمات الصحية في ظل شح المستلزمات الطبية. لكن سيدة نبال، يعني الاحتلال الإسرائيلي أيضا يستهدف طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني، سواء كان الكوادر العاملة في الهلال أو حتى السيارات التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني، مع أنها تحمل الأعلام التي تدل على أنها في مهمات إغاثية وإنسانية وأنها تتبع الهلال الأحمر الفلسطيني. إذن كيف تبدو الصعوبة هنا في هذه المهمة من قبل كوادر الهلال الأحمر الفلسطيني في انتشال هؤلاء؟ بالتأكيد أحد أهم العراقيل التي تصعب من عمل طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني هي الاستهدافات المتعمدة والمتواصلة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، سواء لطواقم الجمعية أو لغيرنا من مزودي الخدمات الطبية والصحية، وهو ما أدى إلى استشهاد 19 من طواقم الجمعية من استهدفهم الاحتلال وهم على رأس عملهم الإنساني. أيضا وصل عدد الشهداء من الطواقم الطبية بحسب بيانات وزارة الصحة إلى 500 شهيد، وهذا بكل تأكيد يصعب من عمل طواقم فرق الإغاثة وطواقم الإسعاف والطوارئ. أيضا أضف إلى ذلك إلى أن حجم الدمار كبير جدا في الشوارع والطرق، وغالبية الطرق المؤدية إلى المستشفيات هي طرق مدمرة، وبالتالي تضطر مركبات الإسعاف لاتخاذ طرق بديلة، أو حتى في صعوبة جدا تتمكن من اجتياز بعض هذه الطرق الوعرة، ما يؤخر من وقت الاستجابة في نقل الجرحى طبعا بأسرع وقت ممكن. ويمكن هذه الصعوبة أيضا تزداد نتيجة لوجود بقايا أنقاض هذه المباني المدمرة باستمرار، طبعا ما يؤدي حتى إلى وجود هذه البقايا من الأنقاض في الشوارع، ما يؤدي إلى عدم وصول كما قلت سيدة نبال السيارات إلى انتشال هؤلاء. لكن مع وجود هذا العدد الكبير من الشهداء تحت الأنقاض، ما العمل؟ يعني لأن هؤلاء الشهداء حقيقة ازداد عددهم بشكل كبير، متواجدون منذ فترة طويلة تحت الأنقاض، ما يؤدي إلى خطورة تحللهم وبالتالي ازدياد المخاطر الصحية على الأماكن المتواجدين فيها. يعني أكثر تقريبا من 10,000 مفقود لا زالوا تحت الأنقاض حتى هذه اللحظة. تواجه فرق الإنقاذ وطواقم الدفاع المدني صعوبة كبيرة في انتشال هؤلاء المفقودين من تحت الأنقاض، نظرا لعدم توفر المعدات الثقيلة. الكثير من المعدات الأساسية لعمل فرق الإنقاذ غير موجودة ولا يسمح الاحتلال الإسرائيلي بدخولها. أضف إلى ذلك إلى أن الكثير من معدات الدفاع المدني وسياراته قام الاحتلال الإسرائيلي بتدميرها،
خلال استهدافاته المتكررة لأيضا معدات طواقم الدفاع المدني، وهذا ما يصعب من مهام انتشال من هم محاصرين تحت الأنقاض، لا سيما وأن فرق الإنقاذ تضطر لاستخدام الوسائل البدائية، الحفر بالأيدي، استخدام المعدات البسيطة من أجل انتشال العالقين تحت الأنقاض، وهذا بكل تأكيد يضاعف من خطورة انتشار الأمراض وأيضا الخطر على حياة الناس، بالإضافة إلى الأخطار البيئية أيضا. أشكرك على هذه التفاصيل الواضحة كنت معنا فيها من رام الله مباشرة. نيبال فرسخ مسؤولة الإعلام في الهلال الأحمر الفلسطيني، أشكرك سيدتي.